بما انك انت وصلت مرحله انك خلاص اخترت التخصص اللي هو كليه الطب، خلاص انت ترك وصلت مرحله ممتازه جدا، الباقي انك تختار الجامعه والكليه، فهذه مرحله بسيطه تختار فيها الكليات وامورك باذن الله بتتيسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة أخرى من مبادرة نمهد لك الطريق. مبادرة نمهد لك الطريق هي أحد مبادرات مجموعة طلبة الطب في المملكة العربية السعودية، نستضيف فيها نخبة مميزة من طلبة الطب الملتحقين بكليات الطب من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ليأخذونا في رحلة صوتية شيقة يمهدوا من خلالها الطريق لكل طالب مهتم بالالتحاق بكلية الطب. في هذا اللقاء سوف نتطرق لكلية الطب بجامعة المجمع مع الأستاذ سعود الراجح. تفضل ضيفنا يعرف بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. معكم سعود بن محسن الراجح من كلية الطب جامعة المجمع. أي سنة أستاذ سعود؟ السنة الرابعة. طيب راح نبدأ معك في أسئلة المقابلة من الثانوي. بالنسبة للثانوي، هل خضعت للمسار الصحي الثانوي اللي هو مسار الصحة والحياة، ولا السنة التحضيرية لا لا لا، مباشرة؟ سنة تحضيرية، سنة تحضيرية. أي كان النظام الثانوي فصلي؟ لا، مقررات. أيوة. طيب في السنة التحضيرية عندكم في جامعة المجمع، هل هي مسار علمي موحد أم سنة تحضيرية صحية؟ لا، هي سنة تحضيرية صحية بس إنها محددة، يعني سنة تحضيرية طب بشري. في وقت القبول الموحد أنت تختار طب بشري على طول، يعني مو بسنة تحضيرية صحية فقط. فأنت تدرس سنة يعني تحضيرية ومقعدك محجوز في كلية الطب. حلو. طيب إذا ممكن تكلمنا عن هذا النظام أكثر. طيب، في البداية عند فتح القبول الموحد ما يطلع لك كلية الطب البشري في جامعة مجمعة إلا إذا كان معدلك أو موزونتك فوق 88. إذا كان موزونك فوق 88 تطلع لك كلية الطب جامعة مجمعة. طبعا نظام انك خلاص تختار كلية الطب جامعة مجمعة. الشروط هي اللي تخليك تدخل كلية الطب، هي شرطين فقط. المعدل الجامعي حقك تكون فوق 4.5، واختبار الآيلتس يكون فوق 4.5 أو 4.5 عادي. طيب لو ما حقق عادي. الطالب هذه الشرطين، إيه، يحول إلى علوم طبية تطبيقية. إيه بس لا، إن شاء الله الحمد لله. يعني السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة مجمعة إنها بسيطة، ما هي بصعبة ولا هي باللي والله سهلة مرة، بس إنها مقدور عليها مرة الحمد لله. واختبار الآيلتس 4.5 مرة بسيط، مرة بسيط. يعني في وسائل كثيرة إنك تستعد لاختبار الآيلتس، منها اللي هو عبد الرحمن الحجازي حق دليلك الآيلتس. ايه فعلا. الأمر بسيط جدا. إيه طيب هذه بالنسبة آلية القبول باختصار، إيه يعني إيه في أي هو إضافات ميزتها على آلية؟ إيه هو ميزة جامعة المجمع إنها ما فيها تنافس. يعني ما أنت تدخل كل سنة تحضيرية وأنت متخوف أو متردد أو لا لا، أمر بسيط. تدخل مقعدك محجوز، فقط سوي الشرطين هذه وبإذن الله. طيب أستاذ، هل عندك خلفية عن أدنى نسبة مطلوبة للقبول بالكلية بالنسبة لأحداث سنة؟ اي نعم، انا اللي تواصلت مع مسؤول قبول التسجيل السنة الماضية. اقل درجة او اقل نسبة كانت 94 تقريبا. تراكمي. ايه موزونة طبعا، هذا أيوه. للطلاب. للطالبات كان 91 فاصلة شيء، يعني ما هو مؤكد يعني الرقم، لكن 91 هذا للطالبات. هذا من ناحية النسبة. من ناحية العدد كان 74 طالب، والطالبات كان 47 طالبة. يختلف العدد يعني كل سنة؟ ما أعتقد أنه يختلف صراحة، ما أعتقد. طيب إيش هو نظام الدراسة بكلية الطب في جامعة المجمع؟
سنة تحضيرية ولا من كلية الطب على طول؟ السنة التحضيرية ثم كلية الطب. السنة التحضيرية تدرس الترم الأول غالبا إنجليزي مع حاسب ورياضيات، والترم الثاني تدخل مصطلحات طبية وأحياء فيزياء وكيمياء. هذا هو ترمين، الآن صار 3 ترام، عاد تقسيمتها نفس الوضع بس مقسم المواد. هذه وكلية في السنة الطب التحضيرية. في كلية الطب هو نظام بلوكات، نفس نظام كل الكليات، عاد تختلف ايوه في ترتيبها. بلوك عاد بلوكات هذه نشرح لها بعدين، ولا يعني ما هو ايوه لا لا لأن هو واضحة. لاحقين عليهم هون اي إن شاء صح. الله. طيب ايش تحس التحديات اللي واجهتك للقبول في الكلية؟ طيب، هي أول شيء تقريبا اللغة الإنجليزية، فيها يعني يحتاج الواحد أو الطالب إنه يكون مستعد للغة الإنجليزية، لأنه خلاص أنت تنتقل من نظام دراسي ثانوي إلى نظام جامعي، فيختلف كل شيء إنجليزي، فلازم إنك تطور لغتك الإنجليزية. هذه هي من التحديات اللي واجهتني الصراحة. وفي ظروف ثانية مثلا إن الواحد مثلا يغترب ويروح مثلا كلية أو جامعة بعيدة عن مدينته، مثلا أنا من الرياض وأدرس في جامعة المجمعة، فهذه من التحديات اللي واجهتها الصراحة، يعني كأنك مبتعد بس بشيء بسيط. أيوة. وبس طبعا تختلف المذاكرة من بين الثانوي للجامعة. الثانوي يعني ما كان ياخذ وقت كثير عكس الجامعة، الجامعة تحتاج وقت انك تذاكر وتراجع. هذه هي صحيح. تقريبا التحديات. اي نعم. بالنسبة كيف تغلبت عليها يعني الإنجليزي أو حتى يعني مصاعب الغربة الانجليزي، يعني؟ الانجليزي اول شيء طبعا احنا الحمد لله يعني مو كلنا طلعنا ونعرف اللغة الانجليزية وصرنا بلبل، لا يعني اكيد اننا قاعدين نحاول نتطور من انفسنا وكذا، لكن كيف انت في سنة تحضيرية هم مضبطين لك جدول او مضبطين لك برنامج لغة انجليزية، مستويات مستوى اول ثاني ثالث رابع خامس، فمع دراستها مع دراستك المستويات هذه انت قاعد تطور من مستواك. غير في برامج ثانية كثيرة مثل كامبلي وغيرها، هذه الصراحة فادتني كثير، فادتني كثير مرة. وأهم شيء، أهم شيء إنك لا تتخوف إنك ما تعرف اللغة الإنجليزية أو لا تستحي، بالعكس كلنا أصلا دخلنا الجامعة يمكن الإنجليزية اللي عندنا كانت عادية ومتوسطة، لا تتخوف أو لا تستحي من إنك ما تعرف اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. صحيح أتفق. في البعض يحسس يعني إنه كيف أنت ما تعرف الإنجليزي طالب صحيح، بينما المفترض العكس، يعني أنت عربي ونشأت في بيئة عربية بالضبط صح، متوقع منك. ايه انت قاعد تدرس لغة ثانية فشيء ممتاز، يعني احنا الحمد لله افضل من غيرنا، الاجانب يدرسون صح لغة واحدة انجليزي، احنا ندرس لغتين إيه فعلا، فالحمد إنها لله هي والله. لغة جديدة. بالضبط طيب ايه صحيح. مصاعب الغربة، يعني صحيح إنها غربة مصغرة لكن تظل لها نعم ايه مصاعب تحديات، كيف تجاوزتها؟ هي شوف يعني تحديات انك بعيد عن اهلك، فهذه يعني اثر عليك، لكن انت تحولها من تاثير سلبي لتاثير ايجابي، اذا انت صرت بعيد بمعنى انك انت رايح تدرس ويصير عندك وقت كثير من ناحيه المذاكره والمراجعه، وتصير بعيد عن الاشغال والملهيات، فهذا شيء ايجابي ترى اذا الواحد حولها من تاثير سلبي لتاثير ايجابي. وبس يعني مع الوقت راح يتعود الواحد، صح ان اول فعلا اسبوع بيحس انه ضيقه وكتمه وشوي، لكن مع الوقت والله بيصير مستمتع. فعلا. هنا طيب السنة التحضيرية أنت ذكرت أنها ما هي يعني ستريس مرة في جامعة المجمع، كيف تقيم لو في تنافس، مدى التنافس في الجامعة التحضيري تحديدا؟ قصدك مقارنة بجامعات أخرى؟ إيه أنا صراحة ما أدري إذا كان الجامعات الثانية السنة التحضيرية حقتها صعبة سهلة، ما أدري الصدق، لكن أنا تجربتك أشوف الشخصية، شلون؟ في الجامعة يعني مع دفعتك.
لا انا اشوف الصراحه السنه التحضيريه مو هو بصعبه ابدا ابدا ابدا، وبسيطه والله بسيطه، ما يعني لا يتخوف الواحد ان السنه التحضيريه السنه صعبه، او انه بيحدد يعني هو ميزتها، ميزه السنه التحضيريه في جامعه المجمع انك انت مقعدك محجوز في الطب البشري، انت كذا مرتاح نفسيا خلاص، منافسه وبين المقاعد وبين اصدقائك وكذا ما في، انت مقعدك محجوز خلاص، انت تدرس وانت مرتاح نفسيا، الباقي انك بس تذاكر وتشتغل على عمرك وتجيب المعدات المطلوبه، والمعدات المطلوبه الحمد لله ما هي صعبه، 4.5 سهله في المعدل الجامعي، لانك انت تدرس سنه تحضيريه، بس سنه تحضيريه المحتوى فيها ما هو بصعب، كل اللي كان دارسها في الثانوي تقريبا مجرد انها محوله من اللغه العربيه للغه الانجليزيه، والايلتس 4.5 ابدا ما هو بصعب، سهل سواء كان 4.5 او 5 سهله كلها، طبعا الايلتس هو تقييمه من الى من شو اسمه من الى 9 درجته، ف4.5 يعتبر حلو مره. فعلا لو طاح الحمل النفسي هذا أنت تدخل وأنت ضامن مقعدك، هذا جزء كبير يعني من هم التحضيري. فعلا فعلا صحيح، يعني الجامعات الثانية نتكلم عن الملك سعود وغيرها كلهم منافسة، فعلا فكلهم شرسة. يتخوفون من ناحية هل هو بيقبل في الطب البشري أو ما يقبل في الطب البشري، في فيكون فيه عامل نفسي مؤثر شوي، لكن في جامعة المجمع لا خلاص الحمد لله أمورك طيبة نفسيا ممتازة، باقي بس إنك تشتغل عمرك شوي تذاكر وإذا الله يعني تيسر أمورك. ميزة فارقة الصراحة. إيه ميزة طيب ممتازة الحمد لله. ختاما يعني إيش نصيحتك اللي توجهها لطلبة الثانوي المقبلين للالتحاق بكلية الطب؟ طيب أنا بسترسل بالموضوع وباخذ من وقتكم شوي عادي. تفضل. إيه تفضل. طيب بالنسبة للي الطلبة المقبلين على الالتحاق بالكلية، بما أنك أنت وصلت مرحلة أنك خلاص اخترت التخصص اللي هو كلية الطب، خلاص أنت ترك وصلت مرحلة ممتازة جدا، الباقي أنك تختار الجامعة والكلية، فهذه مرحلة بسيطة تختار فيها الكليات وأمورك بإذن الله بتتيسر. إذا أنت يا الطالب اخترت كلية الطب، فكر في السلبيات قبل الإيجابيات، فيها سلبيات بس مو بسلبياتها صعبة أو قوية، يعني إحدى السلبيات نتكلم أن عدد سنواتها 6 سنوات تقريبا مع سنة الامتياز تكون 7، فأبيك أنت تعرف أن عدد سنوات ترى مو بقليلة كثيرة. شيء ثاني الصبر، يعني أنت تحتاج أنك تصبر من ناحية أنك أنت قاعد تدرس، ومثلا زملائك في التخصصات الثانيه اللي مثلا 4 سنوات يتخرجون يتوظفون، فانت كذا نفسيا او حالتك تحسين تقول خلاص انا قاعد ادرس واختبر واخوياي قاعدين يتوظفون، لا هنا انت المفروض تصبر، الصبر لازم تحطه في بالك وتحطه في قاموسك، الصبر وقت اختبارات المذاكره ومراجعه، تراك انت وصلت مرحله كبيره، مرحله جامعه، أنت قاعد تحدد مستقبلك، أنت بإذن الله بكرة تصير دكتور طبيب، الكل قاعد يفتخر فيك، أهلك أصدقائك كلهم قاعدين يفتخرون فيك لأنك أنت دكتور بتصير بإذن الله في المستقبل، فحاول تتذكر الأمور هذه الإيجابية عشان تقدر تستمر في سنوات الطب، صح سنوات الطب كثيرة لكن بإذن الله تروح مع الوقت، 6 سنوات هذه تروح مع الوقت بإذن الله. إيش بعد؟ أنا كانت في نقطة في بالي ودي إني أقولها بس إني سبحان الله إني نسيتها. الصراحة أنا أفضل هذا النوع من النصائح، يعني أهم شيء الدافع المعنوي فعلا يزيحها من الدراسة، ولا الدراسة كثير قادر عليها يعني والجهد. صحيح صحيح، أيضا فيه اللي هو من الحالة الاجتماعية، أنت في الثانوي تقريبا يعني دائم تطلع وتروح وتجي وتستانس، لكن في الجامعة ترى بتقل هذه، بتقل الطلعات شوي،
بتقل الروحات والوناس شوي، مو بكثير لا شوي، بس انا بيك تتصور الموضوع هذا، ان ترى الامر طبيعي انك ما تطلع واجد، عادي عادي جدا، هي فتره بس، فتره دراسه وباذن الله خلاص تصير دكتور. فحاول انك تكون متقبل الامر هذا، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله نشوفكم دكاتره في المستقبل بإذن الله يا رب. يعطيك ألف عافية، ما قصرت معنا. الله يعافيك، جزاك خير، وشكرا لكم، وشكرا على فريق العمل الصراحة على هالمبادرة الجميلة والرائعة صراحة، العفو. والله شيء جميل، شكرا لكم والله، العفو، يعطيك أنتم العافية. جزء من هذا. الله الله يعافيك. يعافيك، جزاك خير. في الختام، بالنيابة عن مجموعة طلبة الطب السعودية، أحب أشكر زميلنا على أخذنا في هذه الرحلة المميزة والرائعة، وتعريفنا عن كيفية الانضمام لكلية الطب بجامعة المجمع. نراكم على خير في لقاء جديد ومميز.